ترحيبي بحضراتكم وبجدد ترحيبي بالكاتب الصحفي الاستاذ اسامه الدليل رئيس قسم الشؤون الدوليه مجله الاهرام العربي. اهلا بيك من جديد. سيادتك قبل الفاصل كنت بتتكلم عن الخلافه الاسلاميه والتطهير العرقي. طبعا ارتبطت الخلافه العثمانيه بالتطهير العرقي للارمن للمسيحيين كونهم مسيحيين اصلا. والملف الارمني تواطأت عليه ايضا قوى كثيره في العالم. اكثر مره يتفتح الملف ويتقفل ويتفتح ده حتى فرنسا ذات نفسها كانت ابتدت في اعداد قانون وحصلت ضغوط كثيره علشان الحكايه تترمخ يترمخ على المصيبه اللي حصلت للارمن. طيب وهو لمؤاخذه الخلافه العثمانيه الجديده او العثمانيه الجديده ده كذبه ولا مؤامره مثلا ولا تفكير تامري؟ طب ما ترجعوا لكتاب احمد داود اوغلو اللي طلعه في سنه 2009 بين 2009 2010 عن العمق الاستراتيجي واللي حدد فيه اهداف الدوله التركيه الاخوانيه الجديده وخدنا منه اللي نطبل بيه. ما احنا برضو بنحب الطبل والزمر. خدنا منه حكايه سياسه زيرو مشاكل. طب زيرو مشاكل يا راجل ده زيرو اصدقاء ده موضوع خلص. بمعنى الراجل محاط. شوف في مشكله في تركيا فيما يتعلق بالجغرافيا زي عندي بالظبط مصر. مصر برضو احنا ظلمانا الجغرافيا قوي. ظلمتك ليه؟ لان خليتك في مكان اطماع الدنيا كلها فيك. انت في مكان خرافه والمكان الخرافي ده انت الوحيد اللي مش عارف قيمته. انما الكون كله مدرك. مش بس مدرك يا اخي بالعقل. ليه استعمار الدنيا كلها على مدار التاريخ سايب الدنيا وجاي لك؟ الفرس اللي مش عارف مين الهكسوس الرومان البتاع في ايه سايبين الدنيا وجايين الحته دي ليه لما تبقى احنا حته وحشه في ايه؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى الحته دي بالذات؟ ليه ما كانتش الجزائر مثلا؟ يعني ماشي كونغو؟ ليه مصر؟ ليه مصر بالذات؟ كان لازم نسال السؤال ده. معقوله الاف السنين العالم كله فاهم حاجه احنا مش عايزين نفهمها؟ انا بقى لنا الاف السنين لا فاهمين كل حاجه، انما بقت عندنا ثقافه دونيه كده بنحس بانها ان احنا دون عن الغرب ودون عن الشمال. والله يسهل له بقى اللي عمل العمايل السوداء دي. تركيا عندها مأزق في الجغرافيا. فوق منها البحر وتحت منها البحر، فوق منها البحر الاسود وتحت منها البحر الابيض. وزي مصر بالظبط عندي شق اسيوي اللي هو سيناء وشق افريقي اللي هو وادي النيل، هم عندهم نفس المصيبه، عندهم شق اسيوي اللي هي هضبه الاناضول اللي فيها العاصمه انقره، وعندهم شق اوروبي ده اللي فيها اسطنبول. يفصل ما بينهم بس المضيق بتاع البوسفور ده. يعني تشبه مصر كده بس بالعكس. المشكله الاكبر بقى طب هو ما يعرفش يتمدد في البحر بالنفوذ، اصل كمان بعد البحر فيه روسيا، فوق من بعد البحر ده هتلاقي روسيا، وياما كان في تنافس اقليمي ما بين روسيا وتركيا، وبرضه بعد البحر الابيض فيه مصر، وطول عمر مصر تنافس اقليمي، ومحمد علي وصل بقواته وابنه ابراهيم لحد ما كان خلاص هيخلص في اسطنبول. على يمينه وعلى شماله مصايب، لانه الى الغرب من الدوله التركيه توجد اليونان العدو القديم بقى، وعندهم مشكله في قبرص وبتاع، وما تنساش بقى كمان ده تاريخ، عندهم بلاوي مع الغرب كله. وفي الشرق ارمينيا، ارمينيا الجرح الكبير. على فكره في طائفه ارمينيه كبيره موجوده في مصر وناس محترمه وناس عظيمه وناس ليها اسهاماتها في الثقافه والادب والفن. في طائفة أرمينية محترمة لابد من الإشارة إليها، وهي طائفة وطنية بامتياز. مش معنى إنك ما بتسمعش عنه حاجة إنه ملوش دور الوطني، ده راجل بيحب شغله. الطائفة دي غريبة جدا، طائفة ممتازة للغاية. يمكن في أعمالها. موضوع اللغة هو مخليهم منغلقين شوية يعني. هم شوف ليهم تجمعين مهمين للغاية، أفتكر الهوسابير وفي حتة تانية كمان، وهم في اسكندرية كمان موجودين، وليهم نواديهم الاجتماعية وليهم حضارتهم وثقافتهم وفنهم يعني هذا العالم في الحقيقة عندما حاولت اكتشافه أو أن أطرق أبوابه ذهلت ازاي فيه وطنيين مصريين محافظين على وطنيتهم وايضا محافظ على هويته. ما نساش هويته ابدا، واخلاصه لهويته واخلاصه لوطنيته حلو. ده مثال خطير، واتصور ان آن الاوان بقى ان احنا نبرز الى السطح هذه الجماعه الوطنيه ايضا اللي ليها اسهاماتها في مجالات تخصصها.
ومين فينا ناسي تكفوريان وناسي نصيبيان والاسامي الكبيره جدا دي اللي تفضل عالقه في الذاكره وانت مش عارف ده مين. لا الناس دي دايما عاده بتشتغل في صمت ودايما ناجحين على فكره. نماذج الفشل فيهم نادره يعني. قليله. نادره نادره. وصعب قوي كمان انك تقول عليه فشل. ربما يعني المعيار عندنا غلط يعني. فخلينا اتكلم على الارمن. طيب يبقى المكان الوحيد اللي تعرف تتمدد منه هو العالم العربي والاسلامي. بس. اللي هو منافذه على العراق وعلى سوريا. اما العراق فبيلعب العراق بالميه. وعمال يمنع الميه عن العراقيين. ثم مؤخرا ابتدى يبعث ارهابيين. والتفجيرات اللي في العراق دي تركيا مش براها. واما بالنسبه لسوريا فعمال يبعث لهم من قاعده اضنه في الجنوب يبعث لهم التكفيريين والجهادين وتنظيم النصره وداعش وبتاع ويهرب سلاح هو عايز يحولها زي العراق مش كده؟ طب ده بدل ما يبقى ده منفذك الى الخليج ومنفذك الى افريقيا ومنفذك للعالم العربي والاسلامي بحيث انك تكسب لانك عملت ده قبل كده. منفذ تجاري ومنفذ ثقافي وحضاري ومنطقه تعرف تتمدد فيها سياسيا. بدل ما تعمل ده تلعب اللعبة دي أحلى. انت بتلعب ايه بقى بالظبط؟ نرجع بقى هنا لفكر الاخوان المسلمين. نرجع هنا للاسلام السياسي. نرجع هنا للنظرية بقى. نرجع للافندية دول. النهاردة مصر بالنسبة له لما حصل اللي حصل فيها في 30 يونيو هو استشعر خطر وجودي. هو خايف على نفسه. مش بس خايف على نفسه. ده خايف خوف ورعب مطلق لانه في حاجة أنا قلت بتتخلع من الجدر. فيه 80 سنة جدر بقاله 80 سنة مضروب في الأرض إحنا خرجناه خالص وطلعناه للهواء. اللي هياخد مية ولا هياخد مش هياخد حاجة خالص. وبالتالي كل أطراف الشجر عمالة تدبل وبتموت فكله عمال بيصرخ بيتخانق. الشجرة الخبيثة الملعونة دي إحنا طلعناها من الجدر. لأن الإسلام ما هوش كده. الإسلام أعظم بكتير وأرقى بكتير من كده. وفي ظل الإسلام يا أخي في رجل يهودي اسمه جدع جلادي ما انساش الاسم ده أبدا. جدع جلادي عمل كتاب ضخم مرعب عن يهود ديار الإسلام. تحدث كيف أن اليهود طوال تاريخهم كله لم يحرزوا من الحضارة شيء إلا في ظل الإسلام. معقول الإسلام الذي أعطى الفرصة لليهود بهذا الشكل يكون هو الإسلام اللي احنا شايفينه ده؟ معقولة ده الإسلام؟ الاعتداء على الكنائس هو ده الإسلام؟ الاعتداء على الأديرة هو ده الإسلام؟ الاعتداء على الكاتدرائية هو ده الإسلام؟ معقولة؟ معقولة؟ وبعدين يقولي المسيحيين ضد الانقلاب. مسيحيين مين؟ ما خليني بس أتكلم عادل يعني علشان ما نزعلش مع بعض. ما أنا مواطن وانت مواطن وانا قبطي وانت قبطي. تمام. هويتنا الوطنية واحدة فنعرف نتحاسب على الأرضية الوطنية دي. نتحاسب أنا وانت. انما عيب يعني ما توصلش المسائل للدرجه دي. ما تورطش نفسك وتورط وتراهن برضه رهانات عجيبه ويعني ربنا يصلح الحال. خلينا بقى في موضوع حلم الخلافه الذي فجر واجهض قبل ان يكون واقعا. اللي بيحصل في ليبيا هو جزء من ده. اللي بيحصل في اليمن هو جزء من ده. في تونس هو جزء من ده. اللي بيحصل في سوريا هو جزء من ده. العراق اللي بيتم فيه التفجير ليل نهار من قبل جماعات سنية. ما دي بقى المصيبة. ما انت ابتديت تجهز مسرح العمليات وابتديت تحشد وتعيد رسم الخريطة جيوسياسيا او الخريطة اللي موجودة. خلاص بقى المنطقة بتاعتنا مش هيبقى اسمها العالم العربي هيبقى اسمها العالم السني. في فرق بين اللفظين. العالم السني شيء والعالم العربي شيء. لذلك هم ضد كلمة القومية. ضد فكرة القومية. ضد العسكر. عارف ليه ضد العسكر؟ لان العسكر قوميين. العسكر هم اللي عملوا نظم الجمهوريه. هم اللي مشوا الملكيات وجابوا الجمهوريات. العسكر هم اللي خلصوا البلد دي من الاستعمار. العسكر قال لك ان الفكره القوميه فكره قادره على احتواء المسلم والمسيحي والدرزي والشيعي كل اطياف المجتمع. الدنيا كلها يعني النهارده يا راجل يعني المسيحي المصري عربي بيتكلم عربي. المسيحي السوري بيتكلم عربي. طيب دبنا في هوية وطنية مش باين فينا مين المسلم من مين المسيحي. وفي مصر بالذات ما يبانش المسلم والمسيحي. صعب موت. صعب بشكل مش طبيعي.
لا 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 ده احنا الصعب ده يتفك بقى، نرجع بقى مسلم ومسيحي ودرزي وشركاسي وكردي ونرجع بقى من الاول. طيب هل هو كان متخيل يا اسامه بيه انه يقدر يوم 19 في حدود تفكيرهم تركيا متخيله ان هي كانت ممكن تفجر قنبله جديده مثلا؟ شوف عايز افهمك حاجه، اللعبه كلها هي لعبه الارهاب. ازاي؟ هو اللعبه اصلا ايه؟ احشد شويه رجاله في الشارع وخرب وقول سلميه وروح اقتل عسكري وقول هو اللي قتلني. ده شغل كده الناس، بس هو ده اللي بيحصل. وحشد في الشوارع ناس، هي دي السياسه. طب هو ده العمل الوطني؟ طيب على الصعيد الاخر سيادتك، على يعني هو ده الموضوع؟ هو انا لما اخذه لو احتليت خمس ست شوارع ابقى انا خدت الشعب رهينه؟ لا طبعا، ما هي دي اللعبه. انا عايز اخد حاجه، ما احنا عانينا في ربع والنهضه مش كده ولا حاجه. انا كنت عايز اخد منطقه ربع دي ولا حاجه، اشاره يعني اشاره مرور تافهه اتعمل، بس الناس عانت يعني عملوها اماره ده ربع دي ولا حاجه في مدينه نصر اصلا، ما فيش حاجه. يعني لما تيجي تحسبها جغرافيا ومساحيا وتحسب كمان، ده انت اخترت حته غبيه جدا. ده ايه الغباء ده؟ ده انت مقبوض عليك تقريبا. ده انت وقفت الجامع في وشه واحدة عسكرية، على شماله واحدة عسكرية، في وشه عدل مساكن ضباط، انت مقبوض عليك. وقف هنا تقول يسقط حكم العسكر. اه خلي ويعمل لي اماره اسمها رابعه. يعني ايه؟ انت قادر انك تخطف مكان يعني تجتزئ مكان، ولا تاخد سكان رهينه، ولا تقفل شوارع بحيث انك تعمل لي حاله من حالات الشلل المروري؟ انت بتعمل، انت بتبلطج. الحاجات دي اسمها العلمي واسمها الشعبي بلطجه، مش كده ولا ايه؟ صحيح هي بلطجه. هل البلطجه دي من شانها اسقاط الدوله؟ هو ده بقى السؤال. الدول اللي توقعها اعمال البلطجه دي اصلا مش دول. الظاهر ان احنا تقديرنا كمان للدوله المصريه يعني في كتير كده من التواضع. الدوله دي دوله خطره قوي قوي، وما تتفكش كده. لو قعدت كده 100 سنه ما تتفكش. هديك مثال. ألم يقتل لي في وضح النهار رئيس جمهورية؟ أنا عندي رئيس جمهورية ضرب بالرصاص في عز الظهر. ده صحيح. ورئيس جمهورية مش عادي، ده كاريزما. السادات كان في أمريكا رئيس، بريزيدنت كان في أمريكا. كان جينيس. الأمريكان كانوا بيقولوا لي كده في أياميها. وراجل غير شكل المنطقة كمان، مش بس مصر. ومش معنى ذا إنه لم تكن له خطاياه. بالعكس، مش حد معصوم. أضخم خطيئة له إنه خرج الإسلام السياسي واستخدمه ضد القوميين، فهم اللي قتلوه خلاص. ومع ذلك اتقتل في هذه الدولة رئيس جمهورية في وضح النهار في عز الظهر، في مدرسة اتقفلت، طب في حد ما خدش مرتبه، طب في مستشفى اتقفلت، لا كانت الدنيا ماشية، طب السكة الحديد وقفت، ما فيش حاجة حصلت خالص. في دولة أضخم من الرؤساء وأضخم من الأنظمة السياسية وأضخم من كل حاجة. الملك فاروق ألف سلامة وراح مشيعينه على مركب وبره، دولة ما جرالهاش حاجة. الدولة المصرية دي دولة عمقها بآلاف السنين ما تعرفش تفكها، ما تعرفش. أنت عامل زي واحد ماسك مسدس وواقف قدام جبل زي جبل مقطم، يا جبل اتهد بمسدسك انت بتهرج، كبيرك هتعمل لك خرمين ثلاثه في الحيط يعني، انما ده جبل مقطم انت بتهرج ولا في تقييم الاستاذ اسامه الدليل، لما الناس دي تنزل يوم 19 تعمل عايزين يحتلوا اماكن وعايزين يعتصموا، مفروض المواطن المصري يعمل ايه؟ شوف بقى اللي انا اعرفه ما ينفعش اقوله على الشاشات، لكن انا هرجع واقول اللي انا اقدر اقوله، اللي اعرف اقوله. بس اللي اعرف اقوله ان الامن القومي المصري مش شغل المخابرات بس، مش شغل الجيش المصري بس، مش شغل الشرطه بس، ده مسؤوليه مواطن مواطن. تمام. واحد. نمره اتنين، ان اللي ما يعرفش يدافع عن مصالحه الشخصيه احسن له بقى يشوف له تربه ويروح يقعد فيها. اذا كنت انا مش قادر ادافع عن محل عملي، ولا عارف ادافع عن شقتي، وعارف ادافع بالتبعيه بقى، مش هتعرف تدافع عن عرضك ولا عن شرفك، لا تشوف لك تربه احسن لك. وده بقى كلمتي لكل الشارع المصري، مستقبلك وشرفك وعرضك ومالك اللي بصحيح بقى لما تموت بسبب دول تبقى موت شهيد بصحيح، بصحيح بقى، مش بالكذب زي ما هم بقى بيقولوا. من مات دون عرضه وماله فقد ان الاوان بقى ان احنا ندافع عن مصالحنا.
اهلا وسهلا باي حد عايز يتظاهر يمشي في من النقطه الف للنقطه ب. طول ما انت مؤدب ومحترم ومحلي مش مضطر ان انا اقفله، ولا انت بتهددني بكسر ازاز محلي، الدنيا ماشيه عادي. هتمد ايدك هقطع لك ايديك، انا مش مستني لا شرطه ولا مستني جيش. والرجوله كده واولاد البلد في البلد دي كده، البلد دي لسه فيها اولاد بلد ورجاله، البلد دي لم تعدم الرجال، لا ما يختبروش النخوة المصري، ما يختبروناش المخابرات التركية، تتقطع رقبتهم وهم قاعدين هناك، المسألة هتوصل لحد عنده. وبالتالي تخريب منشآت عامة وخاصة وممتلكات عامة، قطع طرق، كل هذا كم احتلال شوارع، كل الكلام ده أصبح مسؤولية الشعب المصري ذاته. أنا واحد من الناس مش مستني قاتل مسلح الدافع عن شرفي وعرضي، مش مستني في هذا السن، مش مستني، وما هتفرقش معايا، لأن في النهاية ده واجبك في الحياة، ده واجبك في الحياة. ربنا ما نزلنيش وقال لي استنى، لا 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 خالص، ده واجبك، اتعلمت والخير. فبالتالي الشعب المصري عليه أنه يعرف أن هناك جماعة تريد اختطاف الدولة واختطاف السلطة واختطاف المستقبل واختطاف كل شيء تحت مسميات يعني ساذجة. سيبك من ساذجة، يعني أنا حاسس كده أنه الناس كأن الإعلام بيتواطأ عليها في أنها تلبس عمة مش بتاعتها. يعني أولا العالم دي ملاش علاقة بالإسلام، خلنا بس نبقى واضحين، هذه الحركة ليست حركة دينية، هذه حركة سياسية، وهي تريد من خلال العنف والحشد في الشوارع اختطاف الجغرافيا والتاريخ الاثنين، وبالمرة اختطاف مصالح الناس. يعني قول لي ذنبهم ايه اصحاب المحلات ها في وسط البلد انها تتكسر وتتقفل، ومع الكساد والناس ما هيش لاقيه الفلوس، ما هيش لاقيه الجنيه، والناس مش لاقيه وبالعافيه بقى وكفرت. بمناسبه ايه كسر عربيه ولا تضرب واحده ست ليه؟ يعني لحد امتى طيب هنفضل صابرين؟ طيب في سؤال بيطرح نفسه يا اسامه بيه، هل خريطه الطريق خريطه المستقبل خلينا نكون ادق بتضمن لمصر ان الاخوان ما رجعوش تاني من خلال الصندوق؟ هي الخريطه دي عباره عن شويه اجراءات سياسيه. هل في خريطه المستقبل دي اللي هي يعني هنصلح الدستور ثم نستفتع الدستور ثم يبقى عندي برلمان ثم يبقى عندي رئيس، مش هي دي خريطه الطريق؟ في حاجه في وسط الكلام ده له علاقه بلقمه العيش؟ هي الناس لا مؤاخذه هتاكل سياسه؟ هتاكل ديمقراطيه في عز البرد اللي احنا داخلين عليه؟ الناس هتلبس عيالها علشان البرد؟ حقوق انسان؟ فهمني بس، خريطه الطريق اللي احنا بنتكلم عليها ده كلام فارغ، ده كلام ملوش علاقه بمصالح الناس، انما له علاقه بما هو سياسي على عيني وعلى الراس، ده اسمه المسار السياسي. لكن ده مجتمع يا ناس، المجتمع ده فيه ناس عايزه تعيش، عايزه تاكل عيالها، في شبان لازم يشتغلوا، لازم يلاقوا وسيله للقمه شريفه، بدل ما اجي انا ادي له 50 جنيه واقول له اطلع في مظاهره واشتم واعمل وبتاع، و50 جنيه دلوقتي كانت قبل كده 200، انما دلوقتي 50 عشان يجيبوا كتير، ولو قالوا 10 جنيه هتلاقي اللي يطلع، لان مش لاقي الجنيه، هتلاقي اللي يطلع. صحيح. ازاي عايز تعمل حريه وديمقراطيه لمجتمع فيه ناس تحت خط الفقر 52%، ناس ممكن تشتري صوته في صندوق الانتخابات بنص كيلو سكر مش بكيلو على بعضه، ايه رايك بقى؟ هو كيلو السكر ثمنه كام في الشارع؟ دولار. باقل من نص دولار تعرف تشتري الاراده بتاعت البيه سياسيا. ما انت مجوعه، ما انت مجوع الشعب. طيب انت مين اللي مجوع الشعب؟ الحاله اللي احنا فيها ما فيش حد مباشر بشكل مباشر هو المسؤول، يعني حتى المرشد مش هو اللي بشكل مباشر المسؤول، ولكن الافنديه اللي قاعدين يخططوا في اجهزه المخابرات بيخططوا كده، عندهم هدف استراتيجي، الهدف الاستراتيجي بتاعهم واحد، ان مصر يبقى فيها شعبين مش شعب واحد، اللي فشلوا يعملوه انه يبقى فيه مسلمين واقباط، وقعدوا اشتغلوا على دي كتير قوي لحد ما انا يعني ايه ده مسلمين واقباط، مسلمين واقباط، الوحده الوطنيه بين المسلمين، هم فضلوا يدوسوا في الحته دي قوي. يا اخوانا ده القبطيه هويه وطنيه، ده القبطي ده يعني مصري. الله، طيب ما هو المسلم مصري، انت قصدك تقول مسلمين ومسيحيين؟ لا انا مش عايزها مسلمين ومسيحيين، وعايزها مسلمين واقباط، المعنى الابعد، المعنى الاخطر، ان المسيحي هو ابن البلد الاصلي هو المصري، والمسلم هو العربي،
اللي جاب الغزو. انت بتتكلم في حقائق، انت بتتكلم في حقائق، انما انت في الحقيقة بهذه الحقيقة تريد تأجيج صراع ما بين الغازي الذي دخل علي ولم يحترم تعاقده معي، لان دي برضو حقيقة، ما هو كان في تعاقد بموجبه عشنا وكبرنا وتربينا، ولما عدت تاريخ قرون، شوف القرون 1000 سنة، بعد ما عدت 1000 سنة اكتشفنا ان العقد ضاع، ضاع خالص. وان احنا مش بس فاسخين العقد ده، احنا كمان شايفين الناس دول مين. لا احنا وصلنا لمرحلة قاسية، لكن المكاشفة والمصارحة محدش بيتكشف ولا بيصارح ابدا. حتى الجماعة الوطنية المسيحية بتستحي انها تتكلم في ده، ولو طلع صوت يتكلم في ده هيلاقي 100,000 واحد يعني يوبخه، يا راجل ليس من اللياقة. لا اتكلم يا اخوه براحتك، انت مواطن وده حقك، وده حقك ان لم يكن واجبك. اتكلم، اتكلم على التعاقد. الكلام ده التعاقد ده ثابت في التاريخ يا استاذ، ثابت في التاريخ، موجود ثابت، ومش كده وبس، ده كان له ضماناته وكان له قواعده. يعني لما دخل عمرو بن العاص ودخل الاسلام مصر، حصل انه ابنه بيتسابق مع شوية مصريين، مع قبطي، لحد اللفظ ده لحد الوقت ده قبطي، وفاكر انت ماريا القبطية اللي هي طبعا، ولكن تسابق معاه، فسبق القبطي مصري صحته حلوة، فراح رايح له وراح ضربه على وشه، لطمه، قال له أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ وصلت القصة بقى، فلما وصلت القصة جاب ابنه وجاب القبطي، قال له اضرب ابن ابن الاكرمين. شوف لحد فين احترام العقل، كان راجل منصف، احترام العداله الاجتماعيه، احترام المواطنه، فين احترام الانسان وحقوق الانسان والكرامه الانسانيه. صحيح. دخل الاسلام كده. النهارده بقى من الذي يهين الكرامه الاسلاميه للجماعه الوطنيه المسيحيه؟ خلينا نتكلم بالشرف، لان انا هتسال على اللي انا بقوله على الشاشه بتاعتك دي قدام ربنا، انا ما حدش له عندي حاجه، انما هو الضمير، هو ده العقد، هو ده التعايش، هو ده السبب اللي احنا بيه عايشين مع بعض بقالنا 1000 سنة ويزيد، 1000 سنة ويزيد، من قبل عمر الازهر كمان. طب ما تيجي ندي الحقوق بس لاهلها، نرجع الفضل لاصحابه، نقول لاصحاب الفضل انتوا استحملتوا مخالفتنا للعقد، ان الاوان بقى ان احنا نرد لكم الجميل، وان احنا يعني نقول لكم متاسفين. قولت متاسفين، هتخلي الجماعه الوطنيه المسيحيه كلها ترضى، ومن القلب هيسامحونا، وانا اعلم ذلك، بل ان ايمانه بيفرض عليه انه يسامحني. ده صحيح. طيب هخسر ايه لما اعتذر للجماعه الوطنيه المسيحيه عن كل اشكال الاضطهاد وكل اشكال اهدار الكرامه الانسانيه والحرمان من الصعود الاجتماعي والحرمان من مناصب الدوله والحرمان من موارد الدوله، وان اكون عنصرا طاردا له للهجره طيله الوقت ولعشرات السنين؟ هخسر ايه؟ هخسر ايه لما ارجع الحقائق الى مكانها؟ يعني مش هخسر حاجه خالص، بالعكس، ربما بدات صفحه جديده من العمل الوطني فيها احنا الاثنين بنعترف بالتمايز الثقافي والحضاري، ونتنافس ثقافيا وحضاريا لسمعه مصر ورفعه عيالنا، وان عيالنا تعيش كويس. ايه المشكله؟ ايه المشكله اني افخر اني شغال مع زميلي المسيحي وزميلي مش عارف، افخر ده الوضع، اني عايش ده الوضع الطبيعي يا استاذ اسامه. يعني انا عندي حتى في عملي وحتى في مؤسسات راقيه جدا من ينظر الى المسيحي نظره صعبه، وطول الوقت اقول مش مصدق عيني، فيا اولي الامر انا عندي كفاءه شكلها كذا كذا، فيوصل لولي الامر فيكتشف ان الكفاءه دي اصلا مش مسلمين، فتبقى مشكله. وعندي براهيني، ولكن خلي ده بس يعني لزمنه ولوقته، لان لابد هيجي وقت هنتحاسب، ولازم نتحاسب. وما كنتش انا اللي اقف علشان حق أخويا في الوطن المسيحي، يبقى أنا اللي بهدر كرامة نفسي بنفسي، وأنا اللي بهدر قيمة، كل قيمة إنسانية في نفسي. أصل هي المسألة كده بالبرهان مش بالمكلمة. طيب وصلنا إلى مشهد الآن فيه ناس عايزة تختطف الدولة عن طريق احتلال ميادين بتاع ترهيب الناس، تخويفهم، وما زالوا بيقولوا إن اللي حصل في 30 يونيو انقلاب. ماشي يا سيدي،
قول ما شاء لك القول، قل ما شئت، قل ما شئت، قول على انقلاب عسكري، وخليني أعيش في دماغك، يعني أحط راسي في دماغك كده. عندما يكون لدي يقين إن اللي حصل في 30 يونيو هو انقلاب عسكري، هسأل نفسي سؤال، يا ترى أعرف أسقط الانقلاب ده إزاي؟ أسقطه إزاي؟ هو في انقلاب، خلينا أنا وأنت نعيش في دماغهم، انقلاب بيتم بالعدد، وخلينا أنا وأنت من خلال هذه الشاشة نقول لهم يسقطوه إزاي؟ كيف يتم إسقاط الانقلابات العسكرية؟ واحد قال لك لا زي ما وقعنا مبارك هنوقع الجماعة دول، أنا مؤاخذة سيادتك عبيط، لأن اللي وقع مبارك هو القوات المسلحة المصرية، ومحدش جرؤ في الوقت ده يقول انقلاب. انحياز الجيش للشارع في 25 يناير هو الذي أسقط مبارك. أما بقى لو كان الجيش منحاس ليك، تعرف تقول لي كده المشهد كان هيبقى شكله عامل إزاي؟ هيبقى صعب قوي، مش كده ولا إيه؟ طبعا، بس كمان كان اتلم، واتلم بالدم، مفيش حد قد الجيش المصري، بس عشان محدش يصب العتب انه يعرف تبقى راسه براس الجيش المصري، كانوا الاسرائيليين خلصوا معانا، كانت امريكا وبريطانيا واسرائيل خلصوا علينا في 56، كانت امريكا خلصت علينا من 67 ل 73 وما بعد 73 فوق، لتكون فاكر نفسك بضخامة الجيش المصري تبقى عبيط، ولو كنت شايف الجيش المصري يعني إلا تبقى معتوه محتاج مستشفى تتعالج. صحيح، ما لهوش كلام. طيب همشي الانقلاب ده ازاي؟ دي قدرة عسكرية، القدرة العسكرية عايزة قدرة اضخم منها عشان تنفذ عليها. يبقى سيادتك هتستدعي جيوش العالم بقى، يعني هتشتغل جاسوس؟ يعني سيادتك هتستدعي واحد لاغتصاب امك عشان انت متخانق مع اخوك؟ ايه كده؟ ما هو ده الموضوع، هي كده فعلا. الله، انا قدام انقلاب. طب ما تناقش يا اخي، ما الذي وصلنا لحد هذا الانقلاب؟ وانا حوافق ان ده انقلاب عسكري، ايه اللي وصلنا؟ تهديد الامن القومي. امتى بتحصل ده؟ لما تحصل مصيبه في الامن القومي، بتخش الجيوش، الجيش الامريكي بيدخل، وما فيش جيش في العالم ما بيدخلش في الامن القومي، ملوش حل، ملوش علاج. وانت هنا جايب لي اراجوز اسمه باسم يوسف يقول لك انا مش عايز فاشيه باسم الامن القومي. لا يا شيخ، لا والنبي. طب قول لي الباتريوت اكت في امريكا مش فاشيه؟ قانون المواطنه اللي اتعمل بعد 11 سبتمبر فاشيه؟ ده ما فيش حريات ولا ديمقراطيه ولا اي حاجه. طب قول لي جوانتانامو تطلع ايه؟ وما فيش حد يعرف يفتح بقه في امريكا، ليه؟ ده ناشونال سيكيورتي، ده امن قومي. عيب، باسم يوسف اخطا خطا عمره، كان يعرف يقول جملته بطريقه تانية. انا مش عايز آخر. انا مش عايز الفريق السيسي، قولها ببقك واخلص، ما كانش غير اي حاجه. علما بقى ان في ناس كتير جدا مش عايز الفريق السيسي. خلينا اتكلم معاك بمنتهى الوضوح. الفريق محمد، الفريق اول محمد عبد الفتاح السيسي ادى واجبه اللي عمله في 30 يونيو وما بعد 30 يونيو حتى هذه اللحظه، يعني لحد امبارح ولا اول امبارح في فلوس للغارمات ولا خيره، ده واجب، واجب وطني، واجب. مفيش شكر على واجب في الثقافه المصريه، ما فيش حد بيشكر حد على واجبه، ده واجب، لان الرجوله والشرف هو اللي عمله محمد عبد الفتاح السيسي. طيب لو ما كانش اسمه محمد عبد الفتاح السيسي وكان اسمه اي حد تاني في مكان، كانت الرجوله والشرف، لان قواتنا المسلحه المصريه هي الرجوله والشرف، قواتنا المسلحه المصريه دي اخلاقها، ده تفكيرها، ده الطبيعي دي بتاعها، خيامها، ده العادي بتاعها، مفيش منه. هم في خطابه العاطفي الحنين، القوات المسلحه كده، ظباط الجيش اصلا كده. واسالوا الناس في البيوت، اسالوا الاباء لما اولادكم دخلوا الكليه الحربيه ولا دخلوا الكليه العسكريه، جولكم في اول اجازه شكلهم عامل ازاي؟ نزلوا يبوسوا الايادي. طبعا. الله. وسلوكيات الضباط مع عيالهم بمنتهى الحنيه. بينما هو وحش كاسر في مكانه. وحش، ما حدش يقدر عليه. صحيح. فهو ده. الفريق عبد الفتاح السيسي اعجاب الجماهير بشخصيته لدرجه ان هم عايزينه يبقى رئيس جمهوريه. هو تعبير عن احتياج ملح للامان. لقوا امانهم في القوات المسلحه المصريه التي يمثلها هذا الرجل. بالظبط. ما جيش بقى الرجل ده وابروزه واعزله من سياقه واعمله كانه رامبو، هيتقتل كده بقى، انا بخلص عليه، ومش بس بخلص عليه، ده انا بخلص عليه وبخلص على المؤسسه اللي هو بيمثلها. عشان كده انا ضد الافكار دي. يبقى رئيس ويبقى ليه؟ مين اللي قال كده؟ الراجل قدم عليه من واجب ومن شرف، شرف الجندية فرض عليه ده. صحيح. وأي جندي مكانه، أي واحد لابس نيري كان هيقوم بده.
وبالتالي الحفاظ على الأمن القومي المصري، الحفاظ على إرادة الشعب، الحفاظ على مدنية الدولة، الحفاظ على مؤسسية الدولة، الحفاظ على مقدرات الدولة من أصغر مجند لأتخن رتبة في القوات المسلحة، ده الواجب المقدس بتاعه، ده اللي بيحلف عليه إنه يموت، يموت موت قتل علشان هذه الأهداف، الأمن القومي. وبالتالي قصة بقى السيسي واستهداف السيسي كل ده هو الغباء بتاعهم. ما فيش داعي بقى ان انا كمان اسوق في هذا الاتجاه واساعدهم وبقى انا كمان جزء من مخططهم. طيب لو حبينا نقول دلوقتي استاذ اسامة الدليل بينادي بتوصيات، واحد ما نبقاش رد فعل، نبطل نبقى رد فعل، نبطل نستنى ونقلق هم هيعملوا ايه عشان احنا هنعمل ايه، لا نبقى احنا الفعل. لازم نعرف ان احنا غلطنا غلطة كبيرة قوي بعد 30 يونيو. 30 يونيو كنا الفعل وكان العالم كله هو رد الفعل، مظبوط؟ تمام. في حاجة مهمة في الفعل اسمها الاستمرارية. وقفنا بقى لما انت رحت مفرمل حصل ايه؟ بقيت رد فعل، فبقى فعلك متقطع لا يمكن تبقى فعل. يعني سيادتك بتطالب بطالب الشعب المصري كله ان يبقى بنفس يقظة 30 يونيو ونفهم هو عمل ايه كويس في 30 يونيو ويفهم طلباته في 30 يونيو كانت ايه ويعرف كويس قوي 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 صحيح ان المؤسسة العسكرية قادرة على حمايتك وان المؤسسة الشرطية قادرة ومؤسسة القانون قادرة ماشي، انما كمان هي مش هتقدر لوحدها، هي عايزة ايضا شخص مؤمن بفكرة ان انا مسلم محدش يكفرني، ان انا مواطن حر محدش قيد حريتي، ان انا عندي لقمة عيش لابد من حمايتها وانه محدش يمد ايده عليها، عربيتي محدش يقرب منها، مالي محدش يقرب، ولادي محدش يقرب، وعلى ذلك انت حر ما لم تضر. امشي في الشارع بقى وامسك طبلة وقعد قول انا مظلوم وانا يعني تعرف محمد مرسي كاد ان يقول انا ملك اورشليم، فاكر المشهد ده فيلم ناصر صلاح الدين حاطينه في القفص وده خلاص العب يا سيدي انت عايز تلعبه، بس ابعد بعيد بقى عن نفوخي وعن مصالحي وعن الامن القومي البلدي. هتمسك سلاح في وش الكنيسة، في وش اخوك المسلم، هتمسك سلاح في وش القوات المسلحة، هتمسك سلاح في وش الشرطة، تقتل قتلا تقتل. ليه؟ لان ده بقى شرع ربنا في التوراة والانجيل والقرآن. استاذ اسامة يعني حقيقي الحديث مع سيادتك شيق، ما بقاش عايزين الحلقة تنتهي بس طبعا الوقت في نهاية لقائنا لا يسعني سوى ان اشكر الكاتب الصحفي استاذ اسامة الدليل رئيس قسم الشؤون الدولية مجلة الاهرام العربي، شرفتنا ونورتنا وللحديث بقية. اعزائي المشاهدين بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من بكم نبض مصر، أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.